السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما أن حلقة الكومبوست أو الفيديو عن الكومبوست أحصل عليه أسئلة كثيرة واستفسارات كثيرة، بالذات بخصوص أمور تفصيلية عن الكومبوست والنسب، كيف نخلط، شنو نخلط المواد، كيف يعني هل نهوي هل ما نهوي هل، فراح أبين لكم ببساطة الموضوع بفيديو بسيط. راح أصنع كمية من الكومبوست في هذه الزجاجة بشكل بسيط، كمية صغيرة، ولكن على أساس نشوف بشكل أصغر الكميات والنسب اللي راح نحتاجها. ففي البداية راح أضيف كمية من الأوراق الجافة إلى الزجاجة، مثل ما احنا شايفين مجرد اوراق جافة من الحديقة. هذه تقريبا نص الزجاجة. هذه تعتبر المواد الجافة او الكربون اللي راح يكون موجود في الكومبوست. طيب المواد النيتروجين راح اضيف بعض القهوة، هذه بن مستخدم، عندي قشر موز بس راح اقطعه واضيفه، عندي مخلفات الفراولة والجزر، عندي بعض قشر البرتقال راح أضيفه أيضا، عندي بعض الورقيات اللي راح أتخلص منها راح أضيفها أيضا، عندي قهوة زيادة أضيفها أيضا، والشيء الأخير أني راح أضيف مواد عندي من الحديقة شبه متحللة، يعني فيها بدايات تحلل، هذه بس على أساس أن نضيف البكتيريا ونسرع العملية. فمثل ما احنا شايفين هي عبارة عن أوراق شبه متحللة، والشيء الأخير أني أضيف رطوبة إلى الزجاجة. والشيء الأخير أني راح أغطي الزجاجة بألمنيوم أو قصدير، أساس بس أحفظ الرطوبة، ولكن راح أسوي فتحات من فوق أساس التهوية. عندي تقريبا 7 فتحات فوق مجرد أساس يكون في عندي تهوية وأكسجين، لأن مثل ما تكلمنا ان احنا نستخدم البكتيريا اللي تحتاج اكسجين. فراح نترك هذه وراح نتابع التطور على مدى الايام، ونروح وراح نشوف كيف يستوي الكومبوست عندنا.